صباح الخير يا دبلوم. النهارده هنتكلم على واحد من اهم الاديره اللي موجوده في مصر وبيحظى باهميه كبيره جدا من الناحيه التراثيه والاثريه والسياحيه، الا هو دير سانت كاترين في سينا. الحقيقه سانت كاترين او المنصر بتاع سانت كاترين هو مهدى لاحد القديسات المعروفه جدا اللي هي القديسه كاترين، وهي عاشت في اسكندريه، وكانت والدها يقال ان هو يا اما حاكم محلي لاسكندريه او كان بيحظى بطبقه اجتماعيه كبيره جدا. ولدت في فتره الامبراطور ماكسيموس في القرن الرابع الميلادي، وكانت معروفه بجمالها الشديد وحبها للقرايه. درست علوم اللغه والليتريتشر الادب والطب، وبدات تسال نفسها اسئله عن وجود الكون ومين خلق الكون، وبدات تنفر من الديانات او العبادات الوثنيه، واصبحت مؤمنه بالمسيحيه. في الفتره ديت الامبراطور ماكسيموس كان بيأمر انه يتم تقديم القرابين المختلفه للالهه الوثنيه، وهي الحقيقة رفضت عمل حاجة زي دي. وعلشان كده يقال ان هي تم يعني حصل يعني مرسوم ان هو يتم قتلها عن طريق ان هم يعني ايه يبقى في عجلة تمر على جسدها، عجلة زي العجلة الحربية او عرب عجلة كده زي العجلة الكارو اللي كانت بتستخدم في الانتقالات المختلفة. ويقال ان العجلة ديت ما موتتهاش، كنوع من انواع المعجزات، وعلشان كده دايما هي في الايقونات بتصور وهي ماسكة العجلة دي إشارة لطريقة التعذيب اللي هي اتعرضت لها في هذه الفترة. بعد كده ان هي يقال ان هي وضعت في سجن، او ان ابوها حبسها في السجن وحاولوا بقدر الامكان ان هم يحموها عن قرار ان هي تبقى مسيحية، لكنها رفضت وتمسكت بالدين الجديد، لغاية ما في النهاية ان هي يعني ايه تم ان هي ماتت ونتيجة التعذيب وكده، واصبحت من الشخصيات المعروفة جدا في المسيحية كأحد القديسات المشهورة. وفي سنة 800 ميلادية رهبان منطقة سينا يعني عملوا وبدأوا يعملوا كنيسة تضم رفات هذه القديسة العظيمة، وحوالين طبعا الكنيسة دي تم بناء الدير الخاص بدير سانت كاترين. دي أحد الأيقونات اللي قديسة كاترين، وهي ماسكة حاجة اسمها اللوروس. خلاص، واللوروس دوت هو زي كده عصا بتبقى ماسكاها، بالإضافة لملابسها تدل على الطبقة الاجتماعية الغنية اللي هي بتنتمي إليها، بالإضافة إلى الويل. والويل ديت هي العجلة اللي تعرضت من خلالها للتعذيب، ودي أحد الأيقونات اللي لقديسة كاترين بترجع للقرن ال17 والموجودة حاليا في الدير. آدي دير سانت كاترين نفسه، ده يعني جنرال فيو من فوق. والحقيقة هو موجود في منطقة سيناء أو جبل سيناء، اللي طبعا هو جبل مقدس جدا وتم ذكره في معظم الكتب السماوية، ويعتبر مقدس سواء لليهود والمسيحيين والمسلمين. ويعني طبعا ان هو المكان الذي كلم الله فيه سيدنا موسى عليه السلام، وبالنسبه للاولد تستمنت هو المكان الذي تلقى فيه سيدنا موسى التعليم المختلفه، هي التعليم العشره. وتم بناء الكنيسه الارثوذكسيه في هذا المكان، وبترجع للقرن السادس الميلادي. وزي ما احنا قلنا قبل كده في عماره الاديره دايما بتبقى موجوده في مناطق جبليه او صحراويه، وبالتالي فان هي بتبقى دايما محاطه بسور ضخم يحميها من اي هجمات. شايفين السور الضخم قد ايه؟ هو اللي بيحمي محتويات الكنيسه كلها. وبالاضافه لكده لحمايتها من هجمات البربر، يصل ارتفاع هذه القلعه الكبيره ل 8 متر في الجزء الجنوبي و 35 متر في الجزء الشمالي. شايفين علو هذه القلعه الكبيره عامل ازاي؟
طبعا حاجة عظيمة جدا وضخمة جدا. وفي خلال عصر الاستعمار الفرنسي لمصر، نابليون بونابرت أدى أوامر لتجديد الجزء أو جدران هذه القلعة، وخصوصا الجزء الشمالي منها الذي تهدم أكثر من مرة نتيجة هجمات بعض الهجمات البربر عليها. This Mount Sinai is mentioned by many biblical books of the Exodus and also the Quran. According to the Jewish, Christian and also Islamic tradition, Mount Sinai was the place where Moses talked to God. He also received the different commandments, the Ten Commandments. The Orthodox Church of Saint Catherine was built during in this place, and it dates back to the 6th century AD. After that, the main monastery was built. The wall buildings of the monastery are encircled from the four sides with a great fortress. Okay, and this fortress, the height of this fortress reaches 8 meters in the southern part and 35 meters in the northern part. During the French expedition of Egypt, Napoleon Bonaparte gave his orders to renovate the walls, especially the northern part, which was destroyed several times. The main entrance, الجدار أو المدخل الرئيسي لهذه لهذا القلعة، هذه القلعة بتقع من خلال باب صغير جدا في الجانب الغربي من الفورترس، والباب الصغير دوت كان بيتم فتحه من خلال البقرات، طريقة البقرات اللي هي بقر كده بيرفع الباب الخشب لفوق، ودي الطريقة التراديشنال للأبواب القلاع المختلفة. وكان في حاجة كده في العمارة الإسلامية بنقول عليها قوة. يعني إيه قوة؟ يعني فتحة، فتحة صغيرة وانت داخل لو رفعت راسك فوق هتلاقي في المدخل في فتحة كده. الفتحة دي كانت بتستخدم لصب الزيت المغلي في حالة إن القلعة تعرضت لأي هجوم، فبيصبوا زيت المغلي على رأس الناس اللي داخلة كنوع من أنواع وسيلة أو حيلة دفاعية. خلاص، ديت اهي زي ما احنا شايفين دي الجيت واي، وزي ما بنقول على قد ما الفورترس كبيره جدا على قد ما الانترنس للمدخل القلعه بيبقى صغير جدا، بيبقى انترنس او مدخل صغير جدا علشان ما يدخلش عدد كبير من الافراد، علشان ما يسعش عدد كبير، وكنوع من انواع الحيل الدفاعيه المستخدمه. اهو ده الاولد جيت واي، تمام. والاولد جيت واي زي ما احنا قلنا بيرفع عن طريق فوليس البقر، البقر هو اللي بيرفع الباب الخشب. وفوق الاولد جيت واي وانت داخل كده في يعني وانت واقف هنا في النص بتلاقي فتحه، الفتحه دي كانت بتستخدم لصب الزيت المغلي كنوع من انواع الحيل الدفاعيه المستخدمه للدفاع عن الدير. So the main entrance of the monastery was through a small gateway. It lies in the western part and it was open through a police. And over this gateway we can find a small opening which was used for pouring the boiling oil, خلاص, in the case of the Berbers attack. And beside this gateway the current gateway is found. The current gateway اللي هو مستخدم حاليا، لكن هو الأساسي هو كان ده. تمام، نرجع تاني كده لشكل الدير. ادي شكل الدير، يبقى احنا كده خدنا الفورترس وعرفنا قد ايه الفورترس ديت فورترس ضخمه جدا، والجيت واي على قد ما الفورترس كبيره على قد الانترنس بتاعها كان صغير. طبعا الحاجه التانيه او الحاجه الرئيسيه اللي احنا هنقول عليها او الكنيسه الرئيسيه هي كنيسه سانت كاترين نفسها. ادي الكنيسه بتاعت الدير، هي طبعا كانت مهداه للعذراء، وهي كنيسه ارثوذكسيه يقال عليها ثيوتوكس. ثيوتوكس اللي هي التي تحمل الرب، خلاص، اشاره الى السيدة العذراء طبقا للمعتقد المسيحي ان هي تحمل ايه السيد المسيح. ده بالنسبة للكنيسة بتاعت سانت كاترين. طبعا الكنيسة نفسها بتتخذ الشكل البازيليكي زي ما انتم شايفين، هو عبارة عن مبنى مستطيل في نيف، ادي المدخل اهو، ادي النيف اهو، وتو ايلز، خلاص، وده الريتيرن ايل، وده السانكتوري، يعني شكل بازيليكي معروف جدا. وحتى السانكتوري بيتكون من 3 ابسيسز اهو، تمام. المونستري او الدير بتاع سانت كاترين تعتبر من او الدير نفسه بيعتبر من اقدم الأديرة التي يعني ما زالت يعني مستخدمة حتى الآن، بالإضافة لدير الأنبا أنطونيوس.
خلاص، فمن أقدم الأديرة اللي ليها تاريخ، بالإضافة إن هي ما زالت مستخدمة حتى الآن، هو دير الأنبا أنطونيوس في البحر في منطقة الصحراء مصر الشرقية، ودير سانت كاترين. ونتيجة أهمية هذا الدير، خلي بالنا بقى من الجزئية دي، الدير تم ضمه لقائمة التراث العالمي، وقائمة التراث العالمي المصري في 2002، نتيجة لأهميته، سواء أهميته الثقافية أو أهميته حتى الأثرية. الكنيسة بتعتبر من أهم وأجمل الكنائس، اللي بيبقى فيها زخارف عظيمة جدا وجميلة جدا، وبتتميز بعدد كبير جدا من الأيقونات. يعني هنشوف جمال الأيقونات اللي موجودة فيها، بالإضافة إلى إن هي النيف بتاعها separated from the sanctuary through an iconostasis زي ما هنشوف، وبيبقى فيها كمان candlesticks اللي هي الشمعدانات مصنوعة من السيلفر الخالص. السانشري نفسه الايكونستاسيس بتاعتها بترجع للقرن ال17 الميلادي، لل18 الميلادي. So the church, the monastery of Saint Catherine, considered to be one of the most ancient still working monasteries in Egypt beside the monastery of Saint Anthony. The monastery of Saint Catherine was listed among the UNESCO on one of the sites of the heritage, the world heritage in 2002. It takes the as for the main church, it takes the Basilikenstein. It's a rectangular in shape, having here the entrance in the western side leading to the nave. شايفين النيف أو الصح، with two aisles, okay, and a return aisle. The sanctuary itself, it consists of three apses in the eastern side. Okay, the sanctuary and the nave are separated from each other through an iconostasis, a very important and very marvelous shape of iconostasis. Okay, nave بتاع الشيرش ديت is flanked here. We can find here six columns by six marble columns. The capitals of these columns are supporting arches. يعني ما بين كل عمود وعمود بنلاقي arches، عقود. خلاص، 1 2 3 4 5 6 لكل صف. احنا عندنا هنا 2 rows. Every row consists of 6 marble columns, and between each column we can find arches. يعني عقود، شكل الارش اللي هو شكل العقد. تمام، دي أهم نقاط الاهتمام أو النقاط المهمة في الشيرش. One of the most elaborate churches طبعا، هنشوف قد إيه الجمال والفخامة من جوه. The nave of the church زي ما قلنا 6 marble columns, and the walls of the church are covered with icons and wall paintings, elaborate icons and wall paintings. The nave of the church زي ما قلنا is separated from the sanctuary with an iconostasis dating back to the 17th century. Where at the top of the iconostasis we have different icons representing the Christ, the crucifixion of the Christ اللي هو صلب المسيح, representing the gift from Patriarch Cosmas of Crete. طبعا الحقيقة في إهداءات كتير جدا حتى من بره مصر لهذا الدير. تمام، فعلشان كده الكنيسة فيها كده شكل زخرفي عالي جدا ورسومات عالية جدا وبتتميز بالفخامة من جوه. ادي احنا كده واقفين في النيف وقدامنا الايكونوستاسس اهو. خلاص، شايفين الكاندلز، شايفين حتى النجفة اللي بتزين الصحن بالفخامة بتاعتها، شايفين الماربل كولومز عاملة ازاي، حاجة يعني في منتهى العظمة. البرونز اند جولد سيلفر كاندلستيكس اللي هي الشمعدانات اللي بتحط فيها الشموع. شايفين ادي النيف، ده سقف النيف نفسه. خلاص، وشايفين ادي الشمعدانات برضو، ده بيض النعام على فكرة. خلاص، هو imitation يعني لبيض النعام. In front of the iconostasis we can find three pairs of candlesticks زي ما قلنا dating back to the 18th century, and we have an altar inlaid with mother pearls اللي هي dating back to the 17th century. حاجة يعني فخيمة جدا، تعالوا نشوفها مع بعض. شايفين الايكونوستاسس عامل ازاي، مختلف طبعا عن اي جدار خشبي او ايكونوستاسس بنشوفه في اي كنيسة اخرى. حياس دير سانت كاترين بتميز بالفخامة الشديدة جدا جدا. يعني ادي المدخل، تخيلوا انت بتفتح كده باب الكنيسة بتدخل تلاقي المنظر ده قدامك، فتخيل مدى الروعة والجمال جوه الكنيسة.
تمام. طيب احنا دلوقتي تعالوا نرجع تاني التخطيط العام او البلان بتاع الكنيسة نفسها عشان نبقى ايه واحدة واحدة كده مع بعض. خلاص احنا كده شفنا النيف وشفنا ان كل عندنا 2 rows of columns consist of 6 rows. خلاص احنا عندنا the vault of the apse, the central apse هنا. خلاص السقف بتاع الابس الحنية الرئيسية اللي في النص is decorated with mosaic pavements, فيها اجزاء كده من الفسيفساء, والفسيفساء ديت يقال ان هي بترجع للقرن السادس والسابع الميلادي. والفسيفساء ديت احنا عندنا برضو تصوير للترانسفيجريشن اوف ذا كرايست. ترانسفيجريشن اوف ذا كرايست يعني تجلي بقى الكرايست في صوره الهيه, طبعا وفقا طبعا للعقيده المسيحيه, ومصور داخل الماندورلا. يعني ايه الماندورلا؟ اللي هي احنا دايما بنقول عليها الاوفل شيب. انسايد ات وي كان فايند ذا كرايست ان ماجستي, وهو يعني ايه شعاع من نور طالع من جسد السيد المسيح طبقا لهذه هذا الشكل. وهنلاقي في his apostles Peter, James and John, ووراه في موسس اند ايليا اللي هو اليشع وموسى عليه السلام عليهما السلام في هذه الحنيه. خلاص يعني بعد ما نعدي من الايكونوستاسيس هنعدي هنا في الابس دي, هنلاقي الترانسفيجريشن اوف ذا كرايست, هي موزايك اوف ذا ترانسفيجريشن هنا. خلاص طب تعالوا نشوفها مع بعض. معلش انا رجعت تاني للخريطه عشان تبقوا عارفين احنا هنبقى فين بالظبط. عدينا من هنا هندخل على السنترال ابس اهو, دخلنا كده جوه, سمحونا بالدخول. ادي الموزايك بيفمنت اللي احنا بنتكلم عليها, this is the transfiguration of the Christ. خلاص المسيح بالمجد واقف inside the mandorla and three of his the apostles and here هنا موسس and إيليا. خلاص وده تجلي السيد المسيح. خلاص and three of his apostles, ودي تعتبر من أجمل الأشكال الفنية, بتميز الأبوستلز بيتر جيمس أند جون falling backwards, بيتر جيمس أند جون, وهنا موسس أند إيليا. خلاص in Christianity طبعا the transfiguration is the point where the human nature of the Christ meets God's, يعني هي الفترة الالتقاء الطبيعة البشرية والإلهية للسيد المسيح. خلاص it considered to be يعني mediator between heaven and earth, هو يعتبر هنا في حالة الايه الرابط ما بين السماء والأرض. طيب عندنا ايه تاني؟ عندنا 2 mosaic pavements تانيين بيمثلوا السيد موسى عليه السلام. خلاص سيدنا موسى عليه السلام وهو بيتلقى في البرنينج بوش. البرنينج بوش ديت اللي احنا بنقول عليها اللي هي الشجرة المباركة. خلاص وهو بيخلع عينيه عليه طبقا بقى للإسلام, يعني انك بالوادي المقدس طوى. تمام والشكل الثاني وهو بيتلقى الكوماندرز او التيبلز او الالواح المقدسة بتاعته, دي مصنوعة من الموزايك. هنلاقي 2 من الايقونات تاني بيصوروا نفس هذا المنظر بس من خلال الايقونة. خلاص يبقى احنا عندنا منظر السيد موسى على سيدنا موسى عليه السلام وهو عند البيرنينج بوش او الشجره المباركه, دي واحده. واحده تانية موزايك بيفمنت تانية وهو بيتلقى الالواح, ودي برضو موجوده في نفس الحنيه او نفس المكان اللي احنا بنتكلم فيه برضو, اهو نفس الشكل بس من خلال الايقونات. موسس اند بيرنينج بوش ان وان بليس اند ذا اذر وان از موسس ريسيفينج ذا تابلتس اوف ذا لو. اوكي ادي برضو ايه احد برضو من اهم الايقونات اللي احنا بنشوفها في دير سانت كاترين, is the icon of Virgin Mary خلاص with Jesus the Christ. وزي ما قلنا ان اساسا الشيرش نفسها هي مهداة ل Virgin Mary at the Theotokos. Theotokos ديت معناها the mother of the God, يعني أم الإله طبقا طبعا للديانة المسيحية. خلاص فدي أحد الأيقونات الجميلة جدا اللي احنا بنلاقيها في الدير. خلاص شايفينها سيدة المسيح سيدة العذراء وهي بتحمل السيد المسيح عليه السلام. خلاص و the Christian warrior Theodore left out و Saint George خلاص on the right and archangels, the archangels are looking
upwards to the heaven. خلاص يبقى سانت ثيودور and سانت جورج are standing flanking Virgin Mary and Jesus the Christ and the two archangels are looking upwards to the heaven. And this is one of the most important paintings in the church of Holy Virgin Mary. طيب ايه دوت؟ تعالوا بس كده نرجع على الخريطة تاني. الحقيقة هنا احنا to the right of the altar احنا عندنا هنا شايفين الجزء ده مكتوب على التعليق ايه؟ Marble Coffin of Saint Catherine. احنا هنا عندنا Marble Sarcophagus، عندنا تابوت من الرخام محطوط، ومحطوط فيه بقايا السيدة سانت كاترين القديسة كاترين في two containers. اول كونتينر بيحوي العظام بتاعة سانت كاترين وهي متوجة بتاج من الذهب الخالص ومرصع بالأحجار الكريمة، والكونتينر التاني بيحتوي يدها، اليد بتاعتها، وهي محطوط فيها جولدن رينجز. بالإضافة لكده احنا عندنا برضو جولدن ساركوفيجس تاني فيه سيمي بريشس ستونز. والاثنين ساركوفيجي دول هما تم إهدائهم من قبل قياصرة روما لدير سانت كاترين. واحد منهم في عصر بيتر بطرس الكبير أو بيتر ذا جريت سنة 1680، والتاني في عصر ألكسندر الثاني في سنة 1860. خلاص تعالوا نشوف الالتر دوت فين او الكافن ده فين اللي هو هنا اهو، والمكان كله هنا في موزايك بيفمنتس، خلاص نقدر نقول عليها ترصيع مش بقى الفسيفساء الايشاني. خلاص وادي الجولدن او الماربل كانوبي ماربل ساركوفيجي which were dedicated from the crusaders or from the Russian emperors to the monastery of Saint Catherine. دي تعتبر برضو من اجمل الاماكن. طيب تعالوا نرجع تاني هنا. احنا عندنا هنا عندنا 8 chapels on the right and on the left of the nave. والتشابلز ديت مهدى لبعض الشخصيات الدينية المختلفة. هنلاقي to the right ادي chapel of the martyrs، ادي اول واحدة، وchapel of Saint Anna and Joachim شايفينها، خلاص واحدة تانية بتاعت سانت سيمون، والتالتة بتاعت سانت كوزمس ودميان. خلاص يبقى احنا عندنا to the right we have four chapels. خلاص chapel of the martyrs اللي هي بتاعت الشهداء شهداء سيناء، والتشابل التانية بتاعت أنا أند ويخيم، والتالتة سانت سيمون، خلاص والرابعة بتاعت سانت كوزمس أند دميان. To the left عندنا واحدة بتاعت سانت جيمس شايفينها اهي اوكي، وبعد كده عندنا بتاعت سانت انتيباس اهي، والثالثة بتاعت سانت كونستانتين اند هيلين، والأخيرة بتاعت سانت ماريا. أربعة هنا وأربعة هنا. So the nave is flanked by eight chapels and the chapel each chapel is dedicated to a certain prominent figure, four on the right and four on the left. Here we can find the chapel of the martyrs, the chapel of Saint Anna and Joachim, Saint the third one for Saint Simon, the fourth one to Saint Cosmas and Damian. Here on the other side we can find a chapel for Saint James, a chapel for Saint Antipas, a chapel for Saint Constantine and Helen. Saint Constantine was the emperor خلاص اللي تم يعني اعتباره من قبل الكنائس ان هو saint، لما له من يعني تأثير مهم جدا على مجرى المسيحية في الامبراطورية كلها، واخر شابل لسانت ماريا. دي برضو من الحاجات المهمة جدا في تصميم الكنيسة بتاعتنا. طيب احنا عندنا شابل كده معروفة باسم الشابل of the burning bush اهي في الجدار الشرقي للكنيسة، في تشابل كده حوالين البيرنينج بوش أو الشجرة اللي يقال إن هي تم هي دي الشجرة المباركة أو ده المكان اللي إيه اللي الشجرة المباركة أو البيرنينج بوش اللي حصل فيها إن سيدنا موسى عليه السلام تكلم مع إيه مع ربنا سبحانه وتعالى، وهي محطوطة داخل تشامبر كده. تعالوا نشوف مكانها مع بعض. إحنا خرجنا أهو من الشابل، ده الجدار الشرقي للكنيسة ودي البيرنينج بوش أو مكانها. هم حاطينها داخل كده تشابل او بانيين حوالينها سور اهي في المكان هنا. خلاص we have also a refectory a dining room.
خلاص دايننج روم ديت اللي هي الريفاكتوري، هي المكان اللي بيجتمع فيه الرهبان للغذاء، وفيها وودن تيبل، هنلاقي فيها وودن تيبل، والوودن تيبل ديت بترجع للقرن ال18، وعليها زخارف وحفر عظيم جدا بيمثل اشكال من الملائكه واشكال من زخارف نباتيه مختلفه، وفوقيها هنلاقي تشابل صغيره خلاص على on the top of the Mount Sinai. تعالوا نشوفها كده مع بعض. على الخريطة نفسها ادي اهوت البرنينج بوش، شايفينها في الجدار الشرقي، وادي الكنيسة بتاعتنا خلاص، وادي الجيت واي بتاعنا. احنا اول ما بندخل الجيت واي بنلاقي المكان هنا تمام. طيب بعد كده عندنا ايه بقى تاني، او عندنا الحاجات اللي هي مختلفة عايزين نشوفها مع بعض. نادي البرنينج بوش اهي، اللايبري. الحقيقة من أهم الحاجات المهمة جدا في كنيسة أو دير سانت كاترين اللايبري. ليه اللايبري؟ اللايبري الحقيقة تم بنائها من بين سنة 1930 ل 1942، واللايبري تعتبر يعني اعتبرت من قبل العديد من المؤسسات المسيحية هي تاني أهم كنيسة بعد كنيسة الفاتيكان، لان هي فيها اكتر من 6000 فوليوم او مجلد، مجلدات قيمه جدا بعضها اثري، بيحتوي بقى على كتابات دينيه مختلفه ومكتوبه بكافه اللغات، منها مثلا اليوناني والقبطي والارامي، يعني فيها لغات كتير جدا مختلفه، وفيها مخطوطات قديمه جدا وعظيمه جدا، ومحتاجه يعني تصريحات كتير جدا علشان تشوف مخطوط منهم. فهي تعتبر من تاني أكبر مكتبة بعد مكتبة الفاتيكان. So the library it's built between 930 and 942. It's about 10 meters in wide, 15 meters in long, and is one the second most important library after that of Vatican. Why? Because it comprises more than 6,000 volumes, and they are written in different languages. البلفري التاور، التاور دوت على فكرة تم بناؤه سنة 1871، وهو في مجموعة من الأجراس اللي تم إهدائها برضو من قبل قياصرة روسيا خلاص. It's built in 1871 AD and it contains bells which were dedicated by the Russian Caesars خلاص. ومقابل ليها يعني في المقابل في مئذنة المسجد، يعني الاتنين قدام بعض. ادي المئذنه بتاعه المسجد اهو، وادي البلفري اللي هي مبنى الاجراس بتاع المسجد. ويقال ان الموسك دوت يا اما انا بنيته علشان لخدمه الناس اللي كانت موجوده داخل الدير، يعني كان في بعض المسلمين بيقوموا باعمال مختلفه زي مثلا الزراعه، زي مثلا تهذيب الاشجار المختلفه، او كان نوع من انواع يعني المحبه وربط جسور التواصل ما بين الدير او ساكني الدير والناس الموجوده حوالين الدير. والحقيقه الموسك موجود، وفي ناس بتقول ان هو كان اساسا جزء من المبنى لكن تم تحويله لمسجد في اوائل القرن ال11 الميلادي. على اي حال فان الموسك دوت بيرجع للعصر الفاطمي، وتم استخدامه من في العصر المملوكي والعصر العثماني. So the mosque, the minaret of the mosque stands in front the belfry, the Christian belfry, and some scholars said that it was a part of the monastery and after that it was transformed to a mosque. It was built or dating back to the Fatimid period, to the 11th century AD, and continued in use till the Mamluk and Ottoman periods. ادي منظر مرة أخرى للموسك. دي الدايننج روم اللي أنا كنت بقول لكم عليها، معلش الصورة كانت تايهة مني. خلاص it's a rectangular shape with a table, wooden table dating back to the 18th century, having floral motifs، شايفينها؟
Okay, and this table dates back to the 18th century and the shapes of angels. بالإضافة لكده إن الريفاكتري ديت إحنا عندنا فيها بعض الجرافيتي اللي بتؤكد أو النقوش اللي بتؤكد إن في ناس زاروها من القرن الـ14 للـ17، وفيها برضو بعض الملابس اللي تم الاحتفاظ بيها أثناء الحروب الصليبية. دي الجريك أرثوذكس تشابل، خلاص تشابل أرثوذكسية على قمة مونت سيناي. دي بقى في الجاردن. الجاردن الحقيقة بتاعت الدير ديت مختلفة جدا، لأن هي طبعا بتحتوي طبعا أوليف تريز، فيها أنواع مختلفة من أشجار فواكه مختلفة زي البيتش أبريكوت، بالإضافة إلى أنواع مختلفة من الفيجيتابلز. البونز أوف ذا ماسكس أند ذير سكالز وير بريزيرفد إنسايد ذيس جاردن، ودايما كانوا بيحتفظوا بيها هنا، يعني العظام بتاعة الرهبان بيتم الاحتفاظ بيها داخل حجرة. تعالوا نشوف حاجة كده، يعني هي شكلها صعب شوية. ده بالنسبة للمونكس العاديين. أما بالنسبة للرتب الأعلى داخل الكنيسة أو الدير، اللي هما البيشوبس الأساقفة، بيتم الاحتفاظ بيهم داخل ريليكس، زي ما شفنا كده في الشيرش بتاعة الأنبا مقار، بيتم الاحتفاظ بيها داخل يعني إيه كانوبي، أو داخل كونتينر أكثر، يعني إيه شكلها أفضل. يعني ده كان بالنسبة لدير سانت كاترين، وده كان آخر حاجة عندنا النهاردة في الترم ده. أتمنى تكونوا استمتعتوا واستفدتوا يا دبلوم، وإن شاء الله أشوفكم على ألف خير.